اهلا بحضراتكم من جديد. الدوله بتحاول انها تحارب موجه الغلاء، وفي جهود كبيره بتتعمل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الغذاء باسعار مناسبه وبكميات كافيه وجوده كبيره من قبل وزاره الزراعه. فيعني بتزيد وزاره الزراعه من اعداد المنافذ لتغطيه القرى والمناطق النائيه، وبيحصل بشكل يومي ضخ للمنتجات. هنتكلم في هذه التفاصيل مع ضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو، المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعه للمتابعه ومنسق عام لمبادره خير مزارعنا لاهالينا. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. عايز اعرف من حضرتك تفاصيل خطه وزاره الزراعه لمواجهه موجه الغلاء على الاسعار اللي بتواجهها الناس. لو تسمحي لي قبل ما ابدا الاجابه على هذا التساؤل، ان انا في نهايه عام 2022 بندعو المولى عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يزيد من رخاء وامن هذه البلد، وتعم الاستقرار ويعم الطمأنينة على كل أبناء الشعب المصري، كما أن احنا بنهني إخواتنا الأقباط بأعياد الميلاد المجيد. بالنسبة لوزارة الزراعة ودورها في توفير السلع والخدمات، احنا منذ أن تولى معالي الوزير السيد القصير وزارة الزراعة، وهو وضع أمام عينه موضوع المنافذ والاهتمام بالمنافذ وطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية للمواطنين. حقيقة جاءت المبادرة الكبرى اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المعنية بمحاربة الغلاء منذ حوالي سنتين، جاءت مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا اللي تمناها معالي الوزير تجسيدا للمبادرة الأكبر اللي أطلقها فخامة الرئيس المعنية بمحاربة الغلاء. مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا وهي المعنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع وزارة الزراعة الموجودة في كل محافظات الجمهورية للمواطنين بشكل مباشر. هذه المبادرة تعني بالآتي: تعني بتوفير الجودة للسلع والمنتجات الغذائية، تعني توفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلتها بنحو 20%. وليه؟ لأن منتجات وزارة الزراعة لها ميزة تنافسية. هذه الميزة تتميز بأنها تأتي من مزرعة المزارع مباشرة إلى المواطن بدون وجود حلقات تسويقية، بدون وجود وسطاء، بدون وجود تجار. وبالتالي فهامش الربح اللي بيحصل عليه الوزارة جراء البيع والعرض للمواطنين بيكون قليل جدا جدا عن مثيله في الأسواق الأخرى. احنا بنتحرك من خلال هذه المبادرة من خلال محورين. المحور الأول هي مجموعة المنافذ الثابتة، وهي عددها 243 منفذ على مستوى الجمهورية منتشرين في كافة محافظات الجمهورية، متواجدين في مقرات مديريات الزراعة بالمحافظات، مقرات مديريات الطب البيطري بالمحافظات، متواجدين في مقرات الإصلاح الزراعي بالمحافظات. الناس تقدر مباشرة تروح تشتري من هذه المنافذ، تشتري بشكل مباشر. عندنا كمان 32 منفذ متحرك بيجوب المحافظات، عبارة عن سيارات مليئة بالسلع والمنتجات الغذائية اللي محتاجها المواطنين بشكل يومي، تجوب المحافظات، تنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبننسق في ذلك مع السادة المحافظين. نحن بنبعت أسطولنا المتحرك لكل محافظات الجمهورية بيتمركز في هذه المناطق ويقدم المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية. طيب عايز اسال حضرتك عن معايير الجوده المنفذه في هذه المنافذ. طبعا زي ما قلت لمعاليكي، احنا بنجيب المنتجات راسا من مزارع وزاره الزراعه المتميزه بانها منتجات طازه، المتميزه بمنتجات خاليه من اي مبيدات وخلافه، بنعرضها للمواطنين في منافذنا الثابته والمتحركه. كمان احنا بنكتفيش بكده، احنا بنعمل ان شاء الله معرض كبير جدا جدا بيضم حوالي 30 جهه عارضه في رمضان، بيبدا قبل رمضان بحوالي 15 يوم ويستمر حتى شهر رمضان بالكامل، بيقدم منتجاته للمواطنين باسعار تنافسيه. يعني حتى وان استمرت ازمه سلاسل الغذاء اللي موجوده عالميا، واحنا داخلين على الشهر الكريم خلاص يمكن 90 يوم، كل سنه وحضرتك بخير وكل الساده المشاهدين بخير. مساله الامن الغذائي مساله غايه في الاهميه، استعداداتكم ايه للشهر الكريم؟ حقيقه وزاره الزراعه منذ تولى معالي الوزير مسؤوليه هذه الوزاره وضع في امام عينه أن يكون لوزارة الزراعة دور إيجابي في محاولة رفع العبء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، بأن يكون لها دور إيجابي وإحداث أثر معين في السوق المصري مع التواصل مع شركائنا زي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتموين في إحداث حالة من حالات التوازن داخل الأسواق المصرية. الحمد لله إحنا السنة اللي فاتت أو السنة اللي عدت معالي الوزير تبنى مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، وتبنى عمل معرض كبير جدا كان في حديقة الأرمان، كان في أكثر من 25 أو 30 عارض بيقدموا السلع والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان وقبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان للمواطنين بأسعار أقل من السوق بحوالي 20%. وزي ما قلت لحضرتك، لأن مفيش حلقات تسويقية في المنتصف، مفيش تجار.
احنا الحمد لله برضك وزاره الزراعه بتملك 8 محطات لانتاج بيض المائده كان لها دور كبير جدا في الفتره اللي عدت والفتره اللي جايه ان شاء الله، موجوده في حوالي 6 محافظات مملوكين لوزاره الزراعه، بنقدم بيض المائده باسعار تنافسيه للمواطن المصري بشكل مباشر وشكل صريح. احنا خليني اسال حضرتك على انتاجنا الزراعي او كمان الحيواني في ظل هذه الازمه. احنا الحمد لله بعون الله في المنافس بتاعتنا، هقول تاني واكرر ان المواطن عليه ان هو يطمئن ان بتوافر الكميه، بتوافر المواد الغذائيه والمنتجات الغذائيه بكميات كبيره، والحمد لله معالي الوزير يوميا بيطلع بنفسه على المنتجات والسلع الموجوده بالمنافس، وموجه كل يوم بضخ كميات اضافيه تمتاز بالجوده وتمتاز انها منتجات فريش، وكمان اسعارنا زي ما قلت لك اقل من السوق. احنا عندنا اللحم البلدي المرباه في مزارع وزاره الزراعه بتباع ب 150 جنيه الكيلو، عندنا اللحم الضأن بتباع ب 140 جنيه الكيلو، عندنا السكر الرز المعبى حبه عريضه ب 15 جنيه الكيلو، وعندنا منه كمان عبوات كبيره 25 كيلو. ده بيبعث الطمانينه للمواطن ان المنتجات الغذائيه والسلع الغذائيه موجوده في المنافس بشكل مباشر وشكل مستمر وفي استدامه. احنا اللي بنطلبه من المواطن من خلال البرنامج بتاع حضرتك استاذ هدير الواسع الانتشار ده، ان المواطن لا يتكلف على شراء السلعه بكميات تخزين، لا وكمان يغير نمط استهلاكه في محاوله ان احنا نتعامل مع الازمه العالميه بشكل متحضر وشكل قوي، لان كلنا لازم نتكاتف في حل هذه الازمه. انا برضك بطمن الناس ان الامور بتدار في مصر حاليا عن طريق فخامه الرئيس ودوله الرئيس ووزير الزراعه وكل الوزراء بشكل تشاركي، شكل تكاملي، الموضوع لا يدار بشكل عشوائي، الموضوعات تدار بشكل متواصل، في تنسيق كامل بين السادة الوزراء، في تنسيق كامل ما بين مؤسسة الرئاسة وبين دولة الرئيس، الأمور بتدار بشكل في تعاون وفي تنسيق. فأنا بطلب من المواطن المصري أن المنتجات الغذائية والسلع الغذائية موجودة وبكميات، ولا تقلق إن شاء الله مصر هي سلة الغذاء، مصر هي خزائن الأرض، وسوف تستمر إن شاء الله بالمحبة والتعاون ما بيننا كمصريين. ونداء إلى كل التجار، احنا ما بنطالبش ان التاجر يخسر، وعمرنا ما هنطالب بكده، ولكن اكسب زي ما قال فخامه الرئيس وقال زي ما قال دوله الرئيس، اكسب ولكن مكسب معقول يتناسب مع القوى الشرائيه ويتناسب مع الظروف الموجوده ويحقق الاستدامه ويحقق التوازن داخل الاسواق المصريه. مساله جشع بعض التجار وتخزينهم للسلع والغلاء اللي بقينا بنشوفه، ازاي بتتعامل الوزاره مع ده؟ الوزارة بتتعامل مع كل المواطنين، ولكن احنا في فترة من الفترات كان وزير معالي الوزير فطن الى محاولة بعض التجار انهم يحصلوا على منتجات وزارة الزراعة بكميات، فوجه ان احنا نتحقق من الامر ونتحقق من الشخص اللي بيجي يشتري مننا وما نبيعش او نتعامل غير مع المواطن المصري البسيط المعني بالمبادرة والمعني بالحماية الاجتماعية للدولة والمعني أيضا بأن نرفع عن كاهله عبء غلاء هذه الأسعار. فإحنا متنبهين لهذا الأمر جيدا، والتعامل مباشر من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة مع المواطنين بشكل مباشر، ولا وجود للتجار في منتجات وزارة الزراعة إطلاقا. مع يعني مشكلة إمدادات، استمرار مشكلة الإمدادات الغذائية بسبب الأزمات العالمية اللي لسه يعني توابع شغالة لحد دلوقتي، الأزمة الروسية الأوكرانية ومسألة الأمن الغذائي مسألة غاية في الأهمية. احنا شفنا قبل كده مشروع الصوامع وكانت نتيجته يعني نتيجة مبهرة ما شاء الله بالنسبة للأزمة. ايه كمان عندنا خطط واستراتيجيات علشان نواكب ما يحدث عالميا ونقدر ان احنا نجابه هذه الازمات الخاصه بالامن الغذائي؟ حقيقه زي ما قلت لمعاليكي، الامور بتدار في مصر المره دي او في هذه الحقبه بشكل تشاركي، بشكل تكاملي، بشكل علمي مدروس، بشكل يغلب عليه طابع الرؤيه والاستراتيجيه والدراسات التشخيصيه اللي بتتم لكثير من المشاكل. الدوله زي فخامه الرئيس ما تبنى المشروع القومي للصوامع في 2014، وكان له فضل كبير جدا 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 في انه جعل لمصر، حقق لمصر الامان الكامل في توفير كميات كبيره من القمح. فخامه الرئيس برضك وجه به التوسع الراسي والتوسع الافقي وزياده مساحه الاراضي الزراعيه حتى تستطيع مصر ان تمتلك غذائها وبالتالي تمتلك قرارها. تحتاج مساله زياده الرقعة الزراعيه دي لاليات واستراتيجيات جديده بتفرضها هذه المرحله. طبعا السنه موجوده، نتكلم عن الري، عن السماد، تمام، والرؤى موجوده، والمشروع القومي لتطوير الترع موجود، والبرنامج او المشروع الاكثر ضخامه في تاريخ مصر وهو حياه كريمه اللي وجه به فخامه الرئيس بيساعد في هذا الامر، وان شاء الله ان شاء الله مصر قادره على عبور هذه الازمه بفضل قيادتها وفضل ابنائها المخلصين وفضل ابنائها الوطنيين. وانا بطمن تاني المواطنين ان المنتجات موجوده والسعر الغذائي موجوده في كافه المنافس وفي كافه انحاء الجمهوريه في كل المحافظات بشكل
بشكل يومي وبنضخ كل يوم كميات اضافيه، وان شاء الله يعني معالي الوزير حط خطه واستراتيجيه الى زياده عدد هذه المنافذ من 243 ان شاء الله لتصل في منتصف 2023 الى حوالي 300 منفذ. المتحرك ولا الثابت؟ ان شاء الله بنحاول نزود الاثنين، نزود الثابت المتحرك لان لا غنى عن الاثنين، في مناطق نائيه بيصل اليها المتحرك وفي مناطق محتاجه للثابت. بعون الله سوف نصل لكل المواطنين في كل المراكز وكل القرى في ان شاء الله في منتصف 2023. خريطه توزيع المنافذ على مستوى محافظات الجمهوريه، احنا بنتكلم عن محافظه الصعيد والمحافظات النائيه، لاي مدى يعني انتوا واصلين للناس في هذه المحافظات؟ كل محافظات الجمهوريه فيها منافذ ثابته لوزاره الزراعه، موجودين في زي ما قلت في مقرات مديريات الزراعه بالمحافظات، موجودين في مقرات الاصلاح الزراعي بالمحافظات، موجودين في مقرات الطب البيطري بالمحافظات، منافذ لوزاره الزراعه لتقديم المنتجات والسعر الغذائي للمواطنين باسعار نفس الاسعار المعلنه اللي موجوده. حضرتك انا معايا النهارده مثلا، احنا يعني مثلا ده قائمه اسعارنا النهارده من مرئي الكاميرا النهارده، تاريخ النهارده اهو، وده بنؤكد ان احنا كل يوم مراقبين لمنافذنا، مراقبين لاسعارنا الموجوده بنحاول تكون معلنه بشكل مباشر. كل حاجاتنا موجوده حاجات طازه واورجانيك وفريش وبلدي، خاصه اللحوم والدواجن والحاجات دي كلها موجوده في منافذنا وباسعار اقل من الاسعار الاخرى بنحو 20%. واحنا بنرحب بكل المواطنين على مستوى مصر انهم يزورونا في منافذنا ومعارضنا المنتشر على مستوى الجمهوريه سواء الثابته وسواء المتحركه، وزي ما قلت المتحركه بيتم التنسيق فيها كامل مع الساده المحافظين، واحنا ان شاء الله في خلال الاسبوعين اللي جايين دول نازلين محافظتين بمزيد من السعر والخدمات باسطولنا المتحرك، ان شاء الله ربما تكون محافظه الفيوم احد المحافظات ومحافظه دمياط المحافظه الاخرى طبقا لتوجيهات معالي وزير الزراعه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعه، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا يا فندم وتحت امركم. كل سنه وحضرتك بخير. طيب وصحه وسلامه. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا.